الحرية. أنت منيح؟ قلقت عليك. بما أنك أجيت يبقى عرفت. كيف بدي أكون منيح بعد ما عرفت أني حفيدة؟ أنا مالي منيح فرات. يعني ما رح ترد أخي؟ ليش؟ ليش مانك جنب مرتك وابنك ميران؟ لأنه أكتر حدا بتحبه بيحرق لك قلبك. ريان كانت بتعرف وخبيت عني. ميران، هي ريان يا ميران، هي بتكون كل شي بحياتك، هي حبيبتك، هي يلي اخترتها، وأكيد بيكون عندها سبب. بتكون انجبرت مثلاً، أنا هيك حاسس، لأنه مو ممكن تكون عملت هذا الشي بس كرمالك أنت ميران. تعرف أنه هي هيك قالت؟ قال انجبرت. هالحكي مانو صح. ليش لتنجبر؟ قلي ليش؟ أنت لو كنت بتعرف كنت رح تخبي عني هالحقيقة؟ ما كان لازم تخبي، ما كان لازم. فرات لا تقول إنه بتعرف. كنت بعرف. مو معقول. كنت بتعرف. حلو. خبيت عن الزلمة اللي بتقله أخي. إيه يا أخي. أنا ما قدرت أقلك. شو هالحكي هاد؟ شو يعني ما قدرت؟ من امتى منخبي على بعض؟ اه؟ شوفير الشاحنة وهلأ هي. شو ما عملوا معي الغربة ما بيهمني بنوب، بس ما عاد فيني اتحمل يلي عم يعملوا اقرب الناس لألي. ليش هيك؟ ليش؟ انت ما بتفكر؟ ما بتفكر يا ترى ليش؟ ليش ما قدروا يحكوا؟ انا بدي رفيق لو الكل سكت هو ما يسكت ويقول انا رح وقف قدام ميران واحكي له كل شي حتى لو شو ما كان، وما بيشتغل اي شي من وراي. بدي هيك رفيق. ما تواخذني يا اخي، انا ما قدرت اكون هيك. قلت لحالي عندك مرة وولد، شو كان رح يصير لو زتيتك قدام الشوفير؟ اه شو كنت رح تعمل بفتون؟ قلي. كنت تحمد الله لانك مو حفيدة لعزيزة لك طول الوقت، وبدك يعني اجي اقول لك انت حفيد عزيزي الحقيقي لكان. معك حق، انا تصرفت مثل الجبان. لا تواخذني. الان ساعدوني. ريان
ساعديني ماما. بنتي طيب اهدي، طيب اهدي بنتي، طولي بالك، ما في شي، رح تكوني منيحة، ما رح يصير شي للولد، لا تقلقي. عزراء، عزراء روقي بنتي، روقي، ساعديني. طيب اهدي بنتي، عزراء بسرعة عملي شي بنتي. على المستشفى، تعالي بسرعة. يلا قومي، رح تكوني منيحة. يلا بارك، روقي ريان، ما رح يصير شي بإذن الله، قومي بنتي. ريان، 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 تحمل، خلص روقي بنتي، إن شاء الله ما رح يصير شي، روقي. يعطيك العافية. عقلي ما عم يستوعب، ريان وميرا كيف هيك فرات؟ لو بتعرفي قديش مروا بامتحانات. شوفي هيك على هيك، روقي ريان، طولي بالك بنتي، شوفي بالك، قومي روقي. ابني، ابني عم تنزف، لازم نروح على المشفى. طيب طلعوا معي بسرعة لكان، يلا تعي ريان، تعي يا رب. انتي استني، خدي هذا معك، خدي. لا ماما انتي لا تجي، اعطيني اياها. ماما خلص، انتي خليكي بالبيت وخبري ميران اذا اجا. ايه يلا بسرعة، يلا روحي، روحوا بسرعة وطمنوني. حضروا السيارة بسرعة.